ولأن المرأة هي شريك حقيقي في التنمية انتخبت شعاع الدحيلان رئيسة للجنة المشاغل والمراكز النسائية بالتزكية، وأكيد طبعا راح نرحب بها من الشرقية عبر هذا المنبر من برنامج سيدتي. أهلا بك يا أستاذة شعاع. يعني تم انتخابك أو أعلنت غرفة الشرقية يوم أمس تحديدا انتخابك، فأول حاجة ألف مبروك، ثاني شيء كلمينا عن التجربة الحية للتصويت. الله يبارك فيكم وشكرا لكم للاستضافة، وحابة أشكر غرفة الشرقية ومركز سيدات الأعمال، وأشكر زميلاتي عضوات اللجنة على انتخابهم لي وثقتهم بالإجماع، ويعني صوتوا لي بالإجماع، وهذه ثقة كبيرة جدا، وأني أكون رئيسة لجنة المشاغل للدورة الثالثة على التوالي. هذه لجنة المشاغل في المنطقة الشرقية هي أول لجنة على مستوى المملكة تعنى بقطاع المشاغل والتزيين والصالونات النسائية. طيب أستاذة شعاع، ما هو دوركم كلجنة مشاغل بتتطلعوا لتبادل الخبرات والتجارب سواء كانت داخل المملكة أو حتى خارجها عبر شركات وأكاديميات؟ بالنسبة فيما يتعلق بالخبرات، فالخبرات متعددة وكثيرة. احنا كلجنة مشاغل في غرفة الشرقية بدأنا من الداخل، من داخل اللجنة في الأول، وبتبادل الخبرات واللقاءات الموسعة مع صاحبات الصالونات داخل المنطقة الشرقية، وبالتالي عملنا زيارات لنتبادل الخبرات مع باقي اللجان المشاغل الموجودة في المملكة. بنتبادل فيها، يعني كل واحد منا بيستفيد من الآخر، ونعرف إيش المعوقات الموجودة عندهم وإيش المعوقات الموجودة عندنا وكيف نتوصل إلى حلول لها. وبنعمل أيضا يعني نتبادل الخبرات مع الشركات العالمية التي يعني هي تعنى بقطاع التجميل أيضا. يعني أستاذة شعاع، من المعروف أنه إحنا بنمر في ظل تطورات مرة كبيرة في المملكة العربية السعودية، إيش هي أو كيف تقرأين آلية التوقعات المستقبلية لها في تحت ظل هذه التطورات، خصوصا ما بينكم أو خصوصا في هذا العمل، في عمل المشاغل؟ طبعا يعني الحكومة الرشيدة قدمت كثير فرص متعددة ودعم كبير للقطاع الخاص، وأكيد يعني قطاع الصالونات النسائية والمشاغل النسائية يحتل المركز الأول إلى الآن بالنسبة للاستثمارات النسائية في المملكة. فإحنا يعني نسعى إلى تطوير هذا القطاع والمحافظة على استمراريته والحد من العشوائية، وبالذات اللي هي الصالونات أو المشاغل النظامية، نحاول نحن نكون جنبهم بحيث أنهم ما يفقدون يعني وجودهم في المكان أو استمرارية الاستثمار في هذا القطاع. نعم أستاذة شعاع، خليكي معنا، لكن إحنا حابين ناخذ مداخلة هاتفية عشان نبارك لمجلس سيدات الأعمال اللي تقود اليوم سيدة من سيدات المنطقة الشرقية أيضا، أستاذة مرام سعيد الجشي. أهلا وسهلا فيك أستاذة مرام. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله تعالى وأشكركم على الاستضافة. أهلا وسهلا أستاذة مرام، أنت رئيسة المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال في المنطقة الشرقية، وأيضا كنت حابة أسألك عن التسهيلات المقدمة لسيدات الأعمال، خصوصا أو أن رؤية المملكة 2030 كان من أهم أو من اهتمامها دعم المرأة وسيدة الأعمال تحديدا. والله في الآونة الأخيرة وتحديدا بعد رؤية المملكة 2030 عملت عدة قطاعات، سواء لدينا مبادرات من القطاع العام والخاص لدعم المرأة تحقيقا لهذه الرؤية. حقيقة فتحت مجالات كبيرة لدخول المرأة سواء في
في سوق العمل، فتحت لها فرص كبيرة للمشاركة في سوق العمل في مجالات ما كانت مفتوحة لها، إضافة لتسهيلات كبيرة للمرأة اللي حابة تدخل للعمل التجاري وتدخل في ريادة الأعمال أو ممارسة العمل التجاري. في تشجيع لنمو هذه المشاريع وتطويرها، لأنه بالتالي هذه المشاريع هي اللي بتخلق فرص وظيفية وهي اللي بتساهم في زيادة الناتج المحلي، وهذا اللي بحقق الرؤية. الطموح عالي، ولكن الحمد لله يعني زي ما تقولي ماشيين على الطريق الصحيح. بالطبع، جميل جدا. يعني احنا اكيد نرجع نبارك لكم يا استاذه على هذا الانجاز. خلينا كمان نرجع لاستاذه شعاع الدحيلان. استاذه شعاع، يعني لو تقولي لنا ايش هي اكبر التحديات اللي تواجه صاحبات الاعمال وسيدات الاعمال؟ يعني من اكبر التحديات اللي هي القدره على الاستمراريه في هذا القطاع، وهذه الاستمرارية ما راح تكون ولا راح نقدر نحققها إلا بتطوير هذا القطاع، وتطويره ما راح يكون إلا عن طريق التدريب، تدريب كوادر يعني وطنية سعودية على مستوى عالي علشان نسد حاجة السوق. أنا أشوف أنه التدريب والتوطين هو الحل في يعني التصدي لأي تحديات أنها تخل بالقطاع هذا. نعم، جميل جدا. أستاذة شعاع، هل كان لديك تصور أنه يتم ترشيحك؟ صراحة يعني ما في تصور، لكن يعني لأنه هذا يعتمد على العضوات وثقتهم في الشخص المرشح. يعني أنا أرشح نفسي، لكن يعني هذا يعني ما أقدر أن أنا أحكم وأجزم أن أنا راح أفوز، لكن يعني ثقتهم الحمد لله هي اللي خلتني أوصل لكذا يعني. وبالذات أنه في المرة هذه في العام هذا كانت العضوية أو التسجيل في عضوية اللجان أو المجالس في الغرفة التجارية كانت إلكترونية. فيعني ما بيدنا شيء نحن نقول لا احنا متأكدين أو واثقين أن احنا راح نفوز يعني. أكيد كلنا فخورين فيك أستاذة شعاع وأنت مكملة معنا، لكن أيضا نبارك للمجلس التنفيذي لمجلس شابات أعمال الشرقية في غرفة الشرقية اختيار نجلة حمد العبد القادر رئيس المجلس التنفيذي لشابات الأعمال بغرفة المنطقة الشرقية. أهلا بك أستاذة نجلة. أستاذة نجلة، سمعيني؟ اهلا وسهلا، الف مبروك استاذة نجلة. الله يبارك فيك، اسعد الله مساكم بكل خير، ارحب فيك وارحب بالاستاذة الفاضلة شعاع الدحيلان. اهلا استاذة نجلة، حدثينا عن ابرز الانجازات التي تم تحقيقها لرائدات الاعمال السعوديات الاخيرة مقارنة فيما مضى. اعتقد ان اكبر انجاز احنا نعمل عليه في كرائدات اعمال بالمنطقه هو الاتحاد والتعاون وتبادل الخبرات فيما بيننا. كل شخص وكل فرد وكل عضوه من شابات الاعمال تحرص على انها تتعاون مع زميلتها في ابراز العمل بصوره اللي تليق بمنطقتنا وتليق بالمملكه العربيه السعوديه. جميل. طبعا نشر ثقافه الروح الرياديه بين الشابات وتشجيعهم على المبادره، الابداع، ارشاد الشابات لاداره اعمالهم على الاسس العلميه وعلى خبراتهم كذلك. جميل. ليش بالتحديد استاذه نجله كان الشابات؟ هذا العكس، هذا شيء جميل، هذا شيء يعمل على التشجيع، تشجيع بالنسبه للناس اللي حابه تدخل البزنس. مسمى مسمى الشابات يعمل على التحفيز، حتى على تحفيز البنات في ايام عند الثانوي، تحفيز البنات في الجامعه. صحيح. للدخول لهذا الشيء. فهذا انا اعتبره شيء تحفيزي بمسمى شابات. نعم. استاذه نجله حمد العبد القادر، شكرا لك على هذه المداخله. عودة لك يا أستاذة شعاع. أستاذة شعاع، طبعا احنا باركنا لك في بداية المداخلة الهاتفية ونرجع نبارك لك من جديد، لكن كنت حابة أسألك عن، أنت الآن أصبحت رئيسة للجنة المشاغل والمراكز النسائية وبالتزكية، إذا سوف تكون هناك أدوار أو مسؤوليات مكفلة بها جديدة، أو خليني ما أبغى أقول أنها تكون صعبة أو كبيرة، لكن كيف هتقدري مثلا أنه تسويها، أو إيش هي هذه الأدوار لو أنه أنت تحكي لنا عنها؟ يعني أنا لي تقريبا
لي تقريبا الآن يعني 8 سنوات، وهذه السنة التاسعة وأنا يعني ماسكة رئاسة اللجنة. فإحنا كل سنة عندنا خطط بنشتغل عليها وأشياء يعني وأفكار جديدة في تطوير القطاع. فأكيد أن إحنا عندنا أشياء كثيرة راح نسويها السنة هذه، وبالذات يعني أنه يعني القطاع صاير يتطور ومستوى القطاع قاعد يتطور ومتطلبات السوق صارت كبيرة. والسيدة السعودية صارت يعني يعني مو صارت هي من الأول، لكن الآن زاد يعني أيوه بالضبط. وبعدين حتى في مجال التجميل يعني احنا ما يقنعنا أي مستوى، فعشان كذا أنا دائما أطالب بأنه يكون عندنا بنات مدربات يعني على مستوى عالمي جدا. احنا نبغى يعني نواكب العالم في هذا الموضوع، ما احنا مش أقل من أي أحد، عندنا بنات موهوبات جدا وبس نعطيهم الفرصة على أنهم يثبتون وجودهم في هذا المجال. طيب أستاذة شعاع، كيف شفتي انتخابك ووصولك لهذا المنصب اللي يعني هو فخر لكل فتاة سعودية وأنا من ضمنهم، كيف يتوافق مع رؤية المملكة 2030؟ طبعا يعني احنا كلنا يعني شركاء في 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 تحقيق هذه الرؤيه وقاعدين نسعى لتحقيقها وقاعدين نتابع خطه التحول الوطني من اجل تحقيق التنميه المستدامه. اكيد. نعم استاذه شعاع الدحيلان، شكرا على هذه المداخله. مشاهدينا احنا حنطلع فاصل ورجعني نكمل باقي الفقرات.